مشكلتي معاك على وزير المحافظ قلت راجع من السياحة قلت له محتاج اجيب مش مراتك معانا عندك مشكلة بالورقة حضرتك انا وكيل الوزاره التوقيتات دي شغل المقاول مع الاداره المستقله للوزاره ما انا بقول لسيادتك طب اكمل لحضرتك بس معالي الوزير من اول ما شرفنا يمكن مرتين او ثلاث مرات كل اسبوع بالمره او اثنين في المواقع الخمسه اللي عندنا احنا ما عندكش توقيتات زي ما حضرتك ما انت ما تعرفش عندي سيادتك هم اخر توقيتات اخر توقيتاتك عندي حضرتك انت عشان والله انا مسؤول لجنه النواب 1/1/19 والتنفيذ 1/4/2020 ومش هيتنفس كده ولا سنة الكلام كده لا ده لو سنة يبقى انت محظوظ بس لو سنة ما انا محظوظ الكلام ده صح يا فندم اتفضل بعد اذنك اتفضل الشركة مش ياخد سنة الواحد في ثلاث مستخلصات وانا في الشركة عشان كده العملية دي كانت ضعيفة الفترة اللي فاتت الثلاث مستخلصات دولت اتصرفوا خلاص مين امبارح اللي مكلمه قال لي خلاص اللي هيتسمحهم عند الشركة خلال هذا الاسبوع 20 مليون توقيتات ايه؟ لما يجي النهارده مواطن يسال وزارة الصحة هتخلص امتى؟ مش عندها توقيت؟ يطلع واحد بقى كده يقول لك ايه اصل انا مش فني، كام ما بتقلناش اصلا، مفيش حاجة اسمها انا مش فني، انت راجل مسؤول عن مديرية الصحة المفترض يبقى عندك توقيتات لما تقول يا فندم بعد اذنك ما تقطعنيش لو تسمح ما تقطعنيش لو تسمح في توقيتات انت بتاخدها من الناس اللي جات المعنيه تاخدها من اي حد في الاخر بتقولها مع الوزير بنسبه الكلام دوت عندك مشكله احنا جايين نساعدك احنا مش جايين ننظر احنا فريق واحد احنا جايين نساعدك ده دافع كما تعرف حكم معماري ولا مدني؟ لا مدني يعني حكم مدني اللي صمم؟ لا مش انا اللي صمم في معمال في مدن في معمال في انشاء قوي جدا اللي بتصمم وزاره الصحه وعندها شركات ضخمه لا يمكن مفيش حاجه اللي بتصمم وعندها تجربه دي في مستشفى مستشفيات وزاره الصحه يا فندم مش مطبقه للكود واللي محمد عبد الرحمن وانا بقولها اهو ده يا فندم لا طب انا بقولها على مسؤوليتي معالي النائب مستشفى اهل مركزي سيادتك شرفينا شكرا انا بكلم حضرتك على هو بيتكلم على المكان كل المستشفعندنا في القناطر اذا كنت حضرتك بتكلمني النهارده الاستشاري بتاع حضرتك هيك استشاري الهندسه والمشروعات وزاره الصحه فيها احسن اساتذه طب ده ملوش شغل بالتشريع الكليات يا فندم كلها اللي ام سوري الجامعات المصريه اللي بتشرف على عمليات التصميم اللي بتشرف جيب في الاخر يعني المكان ده هيحصل فيه تعديل وهيحصل فيه حدر الاموال اللي حضرتك بتقفله النهارده الحوائط بيقول لك انا هجري بجري ده فلت لي ده ما كانوش ملك الاجهزه ده بنسبه 100% بس الاسم بعد اذنك دكتور حمد الطباخ من وزاره الصحه عندنا كان عندنا حضرتك مستشفى اهل لا يا معالي الوزير عندنا مستشفى اهل مركزي ورا منها مستشفى الهيكل المركزي وكان اللي دخلت لان كان في اشكاليه في الديزاين في الاول كانوا عاملين جزء حلو تجديد وجزء صيانه او ترميم لما جم اشتغلوا في الترميم بعد عام كامل السابق المحترم الله يديله الصحه محمود بيه عشماوي وقف هنا وقال هتسلموني امتى؟ قالوا 1/1/19 تسجيل نهائي 1/1/19 جه الدكتور عبد الحليم مرزوق لما مسك برضه ربنا يمسيه بالخير نزل معايا هنا قال لي يا ابني مين اللي قال الكلام ده؟ الشغل ده ولا سنتين جينا عملت طلبات اعاطه في لجنه الصحه معالي الوزيره قالت لا انا ضخيت 170 مليون جنيه شوفوا حجم الاعمال اللي 170 مليون وكانت هتزورنا يوم الخميس لكن هي مرتبطه بالالتزام رئاسي فما جاتش. فالنهارده تشريفكم لينا ان هذا الفساد تعلم حضرتك ان المدينه السياحيه الجميله دي مفيش عندي مشرحه تعلم حضرتك ان انا ما عنديش مشرحه بمعنى ايه؟ يعني طلق ناري او طلق ناري دلوقتي لو في طلق ناري او جثه عشان اشرحها لازم اروح بنها مسافه من التحرير القاهره اروح بنها اشرح اخد الميت بتاعي وعائلات انا عندي 54 بلد هنا بالعزه المدينه تضم 54 قريه بالعزه اخده واروح بنها عشان اشرح لان المستشفى قائمه بقالها اربع سنوات على هذا الجهد الحكومه وفقامه الرئيس عمل اللي عليه ادانا 300 مليون جنيه دعم للبلد فين المستشفى العام اللي اتبنت هي دي اللي موجود من اربع سنوات حجم الاعمال فقامه الرئيس انا سمعت في مؤتمر الشباب قال معالي وزيره الصحه لو حجم الاعمال 80% انجزي فورا ده احنا داخلين على حلم المصريين التامين الصحي الشامل حلم المصريين وقعدنا قامات لجنه الصحه والمجلس النواب بالقائد علي ابي ابعال عملنا قانون لجنه الصحه عملنا التامين الصحي المباشر هيطبق فين لو جه عندك